السلام عليكم حبايبي. النهاردة هنرسم مع بعض الرسمة دي، وزي ما انتوا شايفينها دايما بنقول الرسمة بالتظليل. كل اللي بنحتاجه قلم رصاص واي سكتش عندنا، مخطط مسطر سادة اللي عندنا. ممكن ترسميها وتهديها لصاحبتك، تهديها لصديقتك في عيد ميلادها، في اي مناسبة بتبقي فرحانة مع الهدية رسمة لها رسمة، تبقى حاجة جميلة قوي من البنانيت الصغننين. يلا بينا نشوف الرسمة دي اتعملت ازاي. يلا بينا.